يوسف لويس يعمل في مهنة تصليح الأحذية منذ ما يزيد عن 41 عاماً، وهي المهنة التي توارثها أباً عن جد. في دكان صغير بشارع دمشق بمصر الجديدة يقضي يوسف الشهير بعم لويس ساعات يومه بين مئات الأحذية وماكينة تصليح قديمة هي كل رأس ماله. مهنة تصليح الأحذية دي مفيدة للزبون وللصنايعي، لأن ممكن أنت تشتري جزمة جديدة 120-150 جنيه وتبوظ بعد أسبوع 10 أيام، هتعمل إيه في الوقت ده؟ فأنت مجبرة إنك تصلحيها. أينشتاين الأحذية، هكذا يطلق عم لويس على نفسه. يرجع السبب في ذلك إلى خبرته الشديدة في هذا المجال، والتي تجعله بمجرد النظر إلى أي حذاء يدرك كيفية إصلاحه، مستندا في هذا اللقب إلى جملة أينشتاين الشهيرة: ليتني عملت صانع أحذية حتى أكون أكثر نفعا للبشرية. كنت بقرأ في يوم الأخبار ولقيت معلومة مكتوبة عن أينشتاين، فلقيت أنه كان كاتب أنه كان يود أن يكون صانع أحذية ليكون أكثر نفعا للبشرية، أحسن ما يكون صانع القنبلة الذرية. القنبلة الذرية بتضر الناس وتضر العالم، أما صانع الأحذية بيفيد الناس وبيفيد العالم كله. اهتمامات عم لويس لم تنحصر فقط في شرب السجائر وتصليح الأحذية، ولكن لديه اهتماماً خاصاً بصوت فريد الأطرش، والذي يحتفظ له بصورة قام الأطرش بإهدائها يداً بيد إلى والده، والتي لم يتغير مكانها على جدار الورشة منذ ذلك الحين.